مجازر متوالية بحق المدنيين في مدينة حلب وكذلك هنا في ريفها الشمالي والغربي. قامت قبل قليل طائرة حربية بقصف هذه المنطقة بصاروخين فراغيين أدى إلى دمار كبير في هذه المنطقة. هذا هو مركز عمر بن عبد العزيز للتدريب الطبي في أورم الكبرى. قامت الطائرة بقصفه وتدميره كما تشاهدون بشكل كامل. ارتقى هنا 3 شهداء حتى الآن كحصيلة أولية، بالإضافة إلى عشرات الجرحى في مدينة أورم الكبرى، هذه البلدة التي تتعرض بشكل يومي لغارات من الطائرات الحربية. تم استهداف مركز طبي هو معهد عمر بن عبد العزيز الطبي، تم استهدافه اليوم من قبل الطيران الروسي. طبعا هي ضمن سلسلة استهدافات للمنشآت الطبية، بدأت في حلب باستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات، مثل ما بنعرف مستشفى البيان، مستشفى القدس، مستشفى الحكيم، ومستشفى زهراء الأمراض النسائية، والآن أيضا حتى المعاهد الطبية التي تخرج الممرضين الذين يقومون على هذه المشافي أيضا تقصف هذه المنشآت. طبعا هذا ضمن سلسلة الاستهدافات التي تقوم بها سواء الطائرات الحربية السورية أو الروسية على حد سواء، وبعد المعركة التي قام بها الثوار والمجاهدون في ريف حلب الجنوبي، والتي استطاعوا من خلالها فتح طريق إلى حلب بعد أن كان فرضت قوات النظام والميليشيات المساندة له حصارا على مدينة حلب. والله عن المدنية، طيب شوفت عينك السيارات هاي هنداي طلع حمل أغراض مدنية وكل شيء، عم المدنيين فقط لا غير. والله العظيم يا أخوي إن شاء الله وإحنا صادقين، والنصر الإسلام والله معانا إحنا، وهو وطياراته وأبو زميرة وكل هذولا الحمد لله إحنا الله معانا، وهذول كلهم وياه وما جاي يسوون شيء لحد الآن. هذا ما تم استهدافه قبل قليل من قبل الطائرات الحربية في بلدة أورم الكبرى. كما تشاهدون سيارة مدنية احترقت بمن فيها، استشهد فيها 2 وأصيب بعض المدنيين، تم إسعافهم من قبل الدفاع المدني. كل ما يتم استهدافه في ريف حلب الشمالي والغربي بعيدا عن الجبهات هي مناطق مدنية كما تشاهدون، وسيارات للمدنيين. خالد أبو المجد، الأورينت نيوز، ريف حلب الغربي.